أحييكم في شخص المسيح يسوع من برنامج نور لجميع الأمم، وصلي لله أنك تتبارك من خلال فقرات هذا البرنامج. اسمي نزار شاهين، مضيف هذا البرنامج، برنامج نور لجميع الأمم. وصلي لله أنك تتمتع بالبركة وبالسلام وبالفرح والطمأنينة من خلال سماعك لكلمة الرب. أعزائي، في هذه الحلقة سنستمع إلى اختبار الأخت نسرين، وسنستمع أيضا إلى تعليم عن القلب البشري من القس عماد خوري. إذا كان لديكم أي سؤال أو أي استفسار، نحب أن نسمع منكم، نحب أن نسمع آراءكم وتعليقاتكم. سيظهر العنوان على الشاشة في نهاية هذه الحلقة. أصلي من كل قلبي أنه تجري معجزة تغيير في حياتك وفي قلبك من خلال مشاهدتك لهذه الحلقة. أعزائي، سنعود بعد استماع لهذه الترنيمة. قلب حنين حبه يبين إني صليب ده كان تكفير عن خطايانا، مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. أعزائي المشاهدين، في حلقة جديدة من برنامج نور لجميع الأمم، معنا اختبار جديد، تعامل جديد لله في حياة الكثيرين، دلالة أنه حي وموجود في وسطنا. معنا اليوم الأخت نسرين أسيس من شفا عبر. أهلين فيك يا أخت نسرين. أهلين. يريد تحكي لنا عن اختبارك وكيف تعرفت على رب يسوع المسيح. أنا تعرفت على رب يسوع من عمر 11 سنة، طالب الصف السادس. كان هذا بيوم 23/8 بمؤتمر، كانت الدعوة للخلاص. عرفت الرب يسوع لما حكى الأسيس عن محبة الرب إلنا، كيف انصلب وانسفك دمه وقام عشاني وعشان كتير ناس. وقتها قدرت قيمة الله أجلي، عرفت محبة الله، عرفت إنه في شخص عظيم إجا عشاني وحبني. قدرت هذا المحبة، هاي المحبة عملت كتير في قلبي، عملت تغيرات كتير في قلبي، من تعاسة إلى فرح، من يأس إلى سلام، من خوف إلى شجاعة وانتصار في الرب. أخت نسرين، بنت 11 سنة، بتقولي لي من تعاسة وبتقولي لي يأس، هل ممكن إنسان حتى ابن 11 سنة يوصل لوضع أنه شعر نفسه تعيس في هذا العالم؟ هذا إشي أكيد أنه العالم فيه كتير متاعب، فيه كتير أشياء. واحد عمر 5 سنين ممكن يلاقي متاعب، بس لما أجيت للرب يسوع، الرب يسوع ألقي على الرب همك فهو يعينك. لقيت الرب، ألقيت على الرب همي فهو أعاني، حمل كل هم عني وأعطاني الفرح والسلام. ومن بعد ما طلبت الرب في هاي الطريقة وقلت له يا رب أنا بدي إياك، شو اللي تغير بحياتك؟ كتير أشياء، منها أنه كنت أستحي أمشي بالشارع لدرجة الرب أعطاني شجاعة وانتصار. خوف شديد، الرب أعطاني شجاعة كمان، أنه الرب بيقول بكتابه لا تخف لأني معك. تسألك سؤالي أخت نسرين، ليش الإنسان بشعر بالخوف تفتكري أنت؟ أنه فش بقلبه الرب يسوع المسيح، فش بقلبه الرب يسوع المسيح، أو بشعر يمكن نفسه وحيد هيد بهالدنيا مالوش حد. أكيد لما يكون معنا الرب يسوع، هذا صاحبنا الرب يسوع، صديقنا بهذا العالم. يعني أنت بدك تقولي لي أنه أنت تحررت من الخوف لأنه هلأ شعري دائما في شخص جنبك، في لك رفيق. أكيد يسوع حررك من الخجل. أكيد من الخوف. من الخوف. مبارك اسم الرب. في عندك كلمة خاصة بتحب تقوليها للناس اللي عم بيسمعوك؟ أكيد في شباب صغار كانوا من جيالك واليوم هن حتى في اللحظة هن من جيالك، وعانوا وواجهوا الأشياء اللي أنت واجهتيها،
هل في عندك كلمة خاصة بتحبي تقوليها للمشاهدين؟ بقول لها كل شاب وشابة قد عمري، كل شاب عنده خوف وخجل يجي للرب يسوع ويلقي همه عنده، وأنا مواثقة إنه الرب راح يدخل على قلبه وراح يعطيه راحة وسلام من عنده. أمين. الله يباركك يا أخت نسرين. أنا مسرور جدا لأجل مجيئك وإنك تحدثينا عن عمل الرب في حياتك. يا أخوتي، هذا الممكن العالم يعمل في حياة إنسان. بنت 11 سنة بتقول أنا كنت يأساني. أنا ما بستغرب من هذا، لأنه الشيطان مشيئته أنه يهدم خليقة الله، مشيئته أنه يشوه خليقة الله ويجيب الحزن على قلبك، يخليك تشعر أنك في عالم مظلم، الدنيا هذه الحلوة يجعلها سودة في عينيك. وبنت 11 سنة قالت أنا كنت يأساني، كانت تشعر بالخوف، كانت تشعر بالخجل، ولكن في اللحظة اللي تقابلت فيها مع يسوع صار في طعم لهذه الحياة. يمكن أنت هيك كمان، يمكن أنت كمان مقيد في الخوف ومقيد في الحزن وعم تبحث على الفرح، يمكن فتشت على في عدة طرق، فتشت عليه بالمخدرات أو في المسكر أو في الحفلات، ولكن بعد في بداخلك شعور أنك أنت يأسان. تعال عند الرب يسوع المسيح وهو يجيب الأمل، وزي ما الرب يسوع وضع الأمل ووضع الرجاء في قلب هذه الإنساني، واليوم هي بتقول أنا دعيش للرب ويسوع فرح قلبي، أنا أثق أنه رح يفرح قلبك أنت باسم يسوع المسيح. لمزيد من الاستفسار نشجعكم مراسلتنا على العناوين التالية: نور لجميع الأمم، صندوق بريد 5022، نيكوشا 1306، قبرص. وفي كندا صندوق بريد 85300، برمنتون أونتاريو، أو 7R4K3. أصدقائي الأعزاء، يسرنا أن نستضيف في برنامج نور لجميع الأمم خادم الإنجيل الأخ عماد خوري من مدينة الناصرة. أهلا وسهلا أخ عماد. أهلا وسهلا فيك أخ نزار. شكرا من أجل أنك لبيت الدعوة مرة أخرى أنك تيجي وتحدثنا في البرنامج. بفرح وامتياز. أخ عماد، اخترنا موضوع القلب البشري، لكن الموضوع في هذه الحلقة يختلف نوعا ما. رح نتحدث من خلفية القصائد والأشعار اللي بتكتبها وبتلقيها. فقبل ما أبتدأ بالسؤال عن هذا الموضوع، هل لك أن تلقي هذه القصيدة؟ نعم، القصيدة عنوانها القلب دونك، حالة القلب البشري بدون محبة الرب ومعرفة الرب، وكيف أيضا في محبة الرب لما بتحل فيه بصير قلب آخر جديد، وبيظهر لنا كيف الرب ممكن يعطي للإنسان قلب جديد. تفضل أخ عماد. القلب دونك، القلب دونك يا يسوع خراب، فزع وليل دامس وسراب، وكأنه جحر تعج عقارب فيه، وحيات لها أنياب، منه الفجور وكل شر دافق، والبوم ينعق والطروب عقاب، ما أنجس القلب الذي لك لم يصر فيه العهود كعهده دولاب. قلبي بدونك عوسج في حبه، فإذا أحب فحبه كذاب. قلبي بدونك حالك في نوره، ولنوح في الآمال فهو غراب. من مثل حبك صادق طول المدى، أما الورى في حبهم أتعاب. بئس الوفاء يرام في بشر، بئس الوفاء يرام في بشر، فكم غدروا هم الناس الأولى أحباب. هذه الجروح بها جرحت هناك في بيت الأحبة، حيث قال كتاب: ومحبة أبدية أحببتني، ما نال منها في الصليب عباب. قلبا نقيا في تخلق سيدي، لتفوح من أطيابه الآداب. ما أسعد القلب الذي طهرته،
فيه السلام وشخصك الجذاب أشهى النفائس صغط من نبضاته لطفا وحبا ليس فيه عتاب دعني أحبك منتهى حب للموت كما أحببتني للموت لا أرتاب قد مت عني في الصليب مسمرا وأنا الأثيم ذنوبه أسراب ما أكرم الدم كاللآلئ رصعت إكليل شوك ضفره خلاب دمك العقيق الأحمر الغالي جرى دمك العقيق الأحمر الغالي جرى فوق الجبين رأيته ينساب أيموت رب المجد عني هكذا وأنا رماد سيدي وتراب بالحمد والتسبيح آتي ساجدا وإلى المقادس حيث شق حجاب. أخ عماد، طبعا حديثنا عن القلب البشري وذكرت هذا الشعر الجميل الرائع، وبستنتج أنا من خلال هذا الشعر أهمية القلب. الله لا يحتاج إلى دين جديد، لكن الله يحتاج إلى قلب جديد. من خلال هذا الشعر لمست أنه حالة الإنسان أو حالة القلب بدون الرب وحالة القلب مع الرب. فدعني أوجه السؤال الأول، هل يمكنك أن تحدثنا أكثر عن القلب البشري الذي بدون الرب؟ صحيح، القلب البشري الذي بدون الرب كما جاء في إنجيل مرقس والأصحاح السابع، من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الزنا، القتل، الفسق، العهر، الكبرياء، قافلة كبيرة من الشرور والخطايا تنتج من القلب البشري. حتى ما ينشئ القلب من صلاح هو أيضا هذا مرفوض، لأنه هو ينشئ من نبع غير جيد، نبع مر ونبع ضحل وفيه مياه آسنة. طبعا أنت ذكرت أنه قلبي بحبه عوسج، حتى في الحب اللي منحاول نقدمه لله عوسج، ما هو المقصود من هذه الكلمة؟ الحقيقة على أنه يعني محبتنا للرب بدون عمل نعمته في القلب وبدون انسكاب الروح القدس ما يسكب محبة الرب في قلوبنا، لا نستطيع أن ندرك المحبة الإلهية الحقيقية، لأنه محبة الإنسان فيها غرض وهي جسدية ونفسية غير حقيقية، لابد أنه فيها طلب للذات وللأمور الشخصية. فالإنسان يحتاج كما قلت ليس إلى دين جديد ولا إلى تعليم جديد ولا إلى ديانات ومبادئ وأمور خارجية جديدة، الإنسان يحتاج إلى أن يخلق فيه بعمل روح الله قلب جديد وروح جديدة، وهذا هو ما يحتاج الإنسان لكي ما يتمتع بحب الرب وبهذا القلب الجديد الرائع اللي يختلف كليا عن الأول. طيب حتى يحصل الإنسان على هذا القلب الجديد كيف ممكن يحصل؟ وحصول الإنسان على هذا القلب هو كما صرخ داود هاي الصرخة، قال قلبا نقيا أخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. فإذا لما قال قلبا نقيا أخلق في الله، فإذا المصدر الوحيد الذي يستطيع أن يهبنا هذا القلب الجديد، ينزع منا القلب الحجري القلب الفاسد ويضع فينا هذا القلب المحب الرائع، هو من عند الله. علينا أن نأتي إلى الله بهذا القلب ونصرخ إليه من كل القلب، لأنه حتى القلب هو الواسطة والوسيلة اللي في أعماقنا اللي بالفعل نستطيع أنه يتحرك الإيمان في داخلنا ونتصل بالله ونطلب الله، لأنه مكتوب إن أمنت بقلبك واعترفت بفمك خلاص. فإذا القلب ضروري لخلاص الإنسان، لحصوله على هذا أيضا تجديد قلبه، لمصالحته مع الله. لكن يوجد هناك عائق في أنه الإنسان بالحقيقة يحصل على القلب الجديد، هو الخطية، الفساد. على الإنسان أن يأتي إلى الله القدوس ويعترف بفساد قلبه وبحالته
وكما ذكرت سمعتك في إحدى الحلقات بتقول إنه الإنسان هو خاطئ مش لأنه بخطئ، إنما هو يخطئ لكونه خاطئ. فالإنسان بحد ذاته الخطية في كيانه، الخطية بلغت كل ذرة في كيانه الداخلي، في أعماقه، في أعماقه الأدبية. فإذا الإنسان يحتاج إلى علاج، وهذا العلاج يتوفر فقط بالتوبة والإيمان بذبيحة المسيح ودمه الذي يستطيع أن يطهر القلب، ويأتي عندها الروح القدس ويعطي الإنسان قلب جديد. في آيتين في كلمة الله في الكتاب المقدس، إذا فيك تشرح لنا إياهن أخ عماد. الآية الأولى قالها المسيح طبعا: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ في إرميا. في إرميا، واقتبسها طبعا المسيح. لكن الآية الثانية يقول: من فضلة القلب يتكلم اللسان. لماذا أنا أحاول أن أسأل هذا السؤال؟ لأنه كثير من الناس يدعون أنه الكلام اللي بتسمعه من هذا الشخص بس كلام من برا من الشفايف، لكن قلبه أبيض مثل الحليب. طيب، تسمعش هاي العبارة؟ المزبوط، بسمع عبارة كثير بيرددوها: هذا الإنسان رغم أنه بيعمل هاي الشرور أو بسب أو بغضب هيك، بس قلبه طيب. والحقيقة أنا بعتقد كمان إذا هاي الناس هاي العبارة اللي بيرددوها مزبوطة، فمعناته كمان الشيطان قلبه طيب. فإذا كيف يعني؟ وضح لي أكثر. يعني أنه لا يعني أنه الإنسان ما يتكلم به وما يفعله هو يبين حقيقة ما في الداخل، ما هو عليه في الداخل حقيقة. فيعني زي ما قلت الآية: من فضلة القلب يتكلم اللسان. فإن كان الإنسان تكلم بعض الشرور وتكلم كلام ظلمي وسوء، دلالة أنه في القلب في فيض كثير، في نبع هائل، واللسان يعبر عما في أهوال، ويوجد قوافل من الخطايا والشرور في قلب أعماق في داخل الإنسان. والإنسان أيضا زي ما ذكرت الآية اللي ذكرها إرميا على أنه القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ الله فقط هو الذي يفحص أعماق القلب ويعرف قلب الإنسان. والإنسان بحاجة إلى نور من الله حتى يعرف حقيقة قلبه وفساد قلبه وخداع قلبه. وحتى قلوبنا تستطيع أن تخدعنا وتقولنا: لا، إحنا أطياب. من قارن أنفسنا مع آخرين نشوف حالنا إحنا مش بحاجة لكفارة ولا لغفران ولا لتوبة. لكن بالحقيقة لما نقارن ونضع حالة قلبنا وحالتنا الداخلية على ضوء كلمة الله وأمام نور الله، عندما يعمل الروح القدس في القلب والآب يجتذب الإنسان، عندها يستطيع القلب الإنسان وذهنه يستنير ويرى يسوع على الصليب ويفهم المغزى العميق، أهمية موت المسيح وأهمية سفك دم المسيح، حتى هذا القلب يتطهر وينال الإنسان قلب جديد، قلب من الله منسجم مع طبيعة الله القدوس. طبعا هذا الشيء اللي منحبه يا أخ عماد، لأنه ذكرت أنه حالة القلب اللي بدون الرب حياة وعقارب إلها أنياب وعوسج إلى آخرها، لكن ما هي حالة القلب اللي أخذت، القلب اللي اتخذ الرب في حياته؟ لابد في هذا القلب جاء الرب، لأنه بيقول الرب يسوع: ها أنا ذا واقف على الباب، إن سمع أحد صوتي، وأقرأ: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. فالرب دخل لهذا القلب، ونعلم أنه من هو اللي دخل؟ يسوع بالروح القدس. ويسوع عندما ننظر إلى حياته قداسي كمال بلا شر بلا عيب بلا دنس. فلا بد هذا قلب المؤمن اللي دعا المسيح القدوس والطاهر أن يطهر قلبه ويسكن في قلبه، لا بد أن يكون يتمتع بصفات هذا الشخص، بثمار الروح القدس، بالمحبة، فرح، سلام، لطف، وداعة، تعفف، كل هذه الأمور الرائعة والمجيدة اللي تسر قلب الله. وهذا هو طبعا القلب النقي. آمين. أخ عماد، من خلال الشعر ذكرت أنه الرب جرح في بيت أحبائه. نعم، ممكن توضح لنا أكثر؟ هاي الآية مذكورة مسبقا قبل ما يأتي الرب في 550 عام من مجيئه قبل الميلاد، ويذكرها النبي زكريا،
وهناك يسأل ما هذه الجروح التي في يدي، وهي نبوة عن الرب يسوع عن الجراحات اللي جرحها بالمسامير بالصلب، وأيضا جراحات أخرى تجرح الرب، فيقول هذه الجروح التي جرحت فيها لم يكن في بيت الأعداء ولا في بيت الجيران بل في بيت الأحباء. ونرى أنه شخص الرب يسوع جاء إلى بيته إلى أحبائه، حتى أخوته في البداية رفضوه ولم يؤمن به، شعبه الذي صنع له كل خير، شفى أمراض شعبه، أسقام شعبه، أحبهن، فتح وأنار عيون عميانهن، جاء لهن أطعم الجياع وصنع آيات كثيرة وجاء لهن بكل البركات. لكن رغم كل هذا نرى أنه شعبه نفسه ورؤساء شعبه من أحبهن يأتوا أمام الوالي الروماني الغريب الجنس ويقولوا بدناش، لا نريد أنه هذا يملك علينا، بدناش يسوع، بدناش المسيح، بدناش هذا أبداً، بدنا قيصر. رفضوا من جاء ليخلصهم، من أحبهم، من جاء وأعطاهم كل هاي الخيرات الحاضرة والأبدية، واختاروا قيصر. والسبب لأنه جاء كنجار، كإنسان اعتيادي، مع أنه سر أن يحل فيه كل ملء اللاهوت جسدياً، كل ملء الآب والابن والروح القدس في إنسان كامل هو يسوع. ورفضوه وطلبوا أنه يطلق من السجن، لهم لص هو براباس مجرم وقاتل، وأسلموا البار القدوس. عندها الرب يستطيع بقول بكل بوضوح يستطيع أن يقول هاي الآية أنه هاي جراح في بيت الأحبة، أحباء اللي حبيتهن وخدمتهن وجيت وبذلت نفسي وقدمت لهم كل هاي الخيرات والبركات، هن اللي أبغضوني، هن اللي جرحوني، هن اللي رفضوني، وحتى قبل من الأمم ورفض من شعبه. ما هي الفوائد والدروس اللي بنتعلمها من خلال هذه القصيدة القلب البشري؟ الدرس الأهم جدا الذي ينبغي أن يكون القلب مع الرب، الدرس الأعظم والأهم، ينبغي قلوبنا أن تكون مع الرب. وعندما تكون قلوبنا بعيدة عن الرب لابد أن نسلك بالظلم والشر والكبرياء والخطية والذات ومحبة العالم. ولكن عندما نعطي القلب للرب ونسمح للرب أن يغمر هذا القلب بحبه، بسلامه، بفرحه، بصلاحه، عندها نستطيع أن نفيض على من هم حولنا بما يوجد بهذا القلب، بكل خير، بكل بركات، وبهاي الصفات المجيدة والرائعة. وعلينا أن نلبي نداء الرب الذي يقول في سفر الأمثال 26-23، يقول يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. أخ عماد شكرا جزيلا. شكرا للرب، ربي يباركك. يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. لم يطلب أي طلب آخر، لكنه طلب واحد، طلب القلب، حتى يتربع على عرش قلبك، يصبح السيد، الرب، المخلص، الملك على حياتك، تستطيع أن تتخذه بالإيمان. هذه صلاتي من كل قلبي. أعزائي سأعود بعد هذه الرسالة. Thank you.
أصدقائي الأعزاء، نحن نتحدث عن شخص المسيح صانع المعجزات العظيمة، فله القدرة أن يغير القلب. شخص المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. شخص المسيح الذي صنع أول معجزة في قانا الجليل، حيث حول الماء إلى خمر، يستطيع أن يحول القلب الحجري إلى قلب لحم كما يقول الكتاب المقدس. لكن أكبر مشكلة في عدم قبول المسيح هو اعتمادنا على أعمالنا الصالحة، ونستطيع أن نبرر أمورنا الداخلية، لكن كما ذكر القس عماد، القلب أخدع، طبعا من كلمة الله، القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ من القلب تخرج الأفكار الشريرة، لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. فعندما تتكلم بالصالحات هذا ما يخرج من كنز قلبك، ولا تستطيع شجرة ردية أن تصنع أثمار جيدة. لهذا السبب أحبائي يجب أن نلاحظ قلوبنا، نستطيع أن نطلب من الله بنوره أن نرى نورا، ومن خلال نور المسيح يستطيع أن يكشف القلب ويجري المعجزة ويغير الحياة. نعم، لا توجد مشكلة عويصة أو صعبة أمام المسيح، فقد غير حياة الزنا والقتلة والسحرة والأشخاص اللي كانوا مملوئين فسقا وظلما وعهارة وحسد، غير حياتهم، أصبحت حياتهم تتميز بالبر والقداسة العملية، أصبحت حياتهم تعكس ذاك الكامل، شخص المسيح يسوع. لربما أنت جالس أمام هذه الشاشة وتقول أنا شخص كويس. مش مهم إيش أنت بتفكر في نفسك، لكن شو الله بفكر فيك. يمكن احنا بنفكر في أنفسنا أن احنا أشخاص كويسين، ما قتلنا ولا زنينا ولا سرقنا ولا عملنا الخطايا الشنيعة أو الكبيرة، لكن في نظر الله نحن خطاة. لهذا السبب يجب أن نطلب من المسيح أن يتربع على عرش القلب ويكون هو ملك الحياة، أن نتوب عن خطايانا، نغير مجرى حياتنا، وأن نؤمن به وبما صنعه على الصليب من أجلنا. قل له تعال وغير قلبي. صلي في قلبك، والله قادر أنه يرى داخل قلبك وسيجري هذه المعجزة في حياتك. إذا كانت صلاتك من قلب صادق، نحب نسمع منك، اكتب لنا، سيظهر العنوان على الشاشة بعد لحظات. حتى نلتقي، إلى اللقاء وأحلى الأمانة.